معانا ايضا دكتور منصور حسن رئيس جامعه بني سويف. اهلا يا دكتور منصور. اهلا يا استاذ يوسف، ازاي ازاي حضرتك؟ الصحه؟ كله تمام؟ شوف انت، وحشنا. شوف انت فرحان ازاي بقى كده؟ تخيل جدا. بقى انا هبقى فرحان قد ايه؟ صحيح صحيح، دول بناتك دول. وانا اصلا طبيب واستاذ عيون، ايوه، ورئيس الجامعه اللي بناتي دول مشرفيني، و يعني على عيني، من يعني عيني عليهم خلال سنوات الدراسه. فشوف فرحتي انا قد ايه بقى. عشان كده ايوه، كانت اول حاجه في الزياره لمعالي الوزير، وانا قلت له اول احنا اول جامعه زارها الوزير بعد حلف اليمين، ايوه، اول جامعه حكوميه، قلت له اول حاجه هنعملها حضرتك هتبارك للاثنين المعيدين دول، لانهم يعني حياتهم تدر. ده صحيح بجد، ده صحيح، ده صحيح. أنا بس عايز أشكر أهاليهم، يعني بكل التقدير والاحترام لأهالي شيماء وميار، بشكر إدارة الكلية لأنها حققت لي اللي أنا يعني كنت أتمناه، بإن يبقى عندي اثنين عندهم إعاقة بصرية وفي كلية علوم الإعاقة، اللي أنا نتشرف جامعة بني سويف إن الجامعة الكلية دي الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط، ويطلع في نفس التخصص اثنين يتعينوا. فبشكر اداره الكليه طبعا، بشكر الدستور استاذ الحسيني. احنا الاول كانت يعني عايز اقول حاجه بس معلومه مهمه. قول لي. البنتين دول دخلوا الكليه دي بمجموعهم. احنا كنا الاول قبل التعديل الدستوري كنا بندخل الناس اللي عندهم اعاقات كليات نظريه. تجاره، اداب، حقوق، لغايه لما تفطنا للماده اللي في الدستور ان من حق اي حد فيهم يتعلم. ايوه. وقلنا نسيبهم يتعلموا حسب مجموعه. فلما كان مجموعها يجيب كليه علوم الاعاقه قلنا نسيبها. وشفت حضرتك هم دخلوا الكليه بالاصرار. ايوه. وكانوا الاوائل خلال السنوات الاربعه، وانا متابعهم متابعه جيده. وموفر لهم كل الاحتياجات، يعني من مدن جامعية، من كتب، من لاب، يعني معمل للفيديو، اوديو، يعني اهتمام كامل، كل الوسائل الممكنة علشان يقدروا يحصلوا العلم ويتفوقوا. وانا يعني اول حاجة طلبتها منهم ان كنتوا عايزين يعني اكتر ناس تعرف الناس يعني اللي ما يعانيه من اصحاب هذه الإعاقة، وهم في نفس التخصص، فأكيد هينجزوا إن شاء الله بإذن الله. طبعا بشكر القيادة السياسية إنها بتدعم ذوي الهمم، وأتاحت لنا الدستور اللي فاتح التعليم لكل الفئات مجموعه مهما كانت الإعاقة. فطبعا يعني أنا مش عايز أقول لك حضرتك أنا سعيد قد إيه. بالعكس، واضرب في كذا مره، احنا اسعد بهذا الانجاز الرائع، وبنتمنى انه يبقى في استدامه وتكرار دائم بهذا الحجم من التفوق واهتمام الجامعه كمان باولادنا وبناتنا. طبعا واحنا في دعم مستمر، لان حضرتك عشان يبقى ناس عندهم اعاقه بصريه واعضاء التدريس، ده محتاج دعم من الكليه طبعاً ومن الجامعه. طبعا هنوفر لهم اقامه جنب الـ 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 الجامعه، وفي حد يبقى جايد معاهم جوه برضو اثناء الدرس واثناء التدريب. طبعا كل الحاجات دي تعليمهم هيبقى منحه من الجامعه ومن الدوله. هايل. ورعايتهم، فان شاء الله هنشوف نماذج كتيره، والكليه دي هتطلع نماذج كبرى ان شاء الله باذن الله. باذن الله. انا بشكرك جدا. في جامعات مصريه من ايام عميد الادب العربي الدكتور طه حسين. ايوه. لا باذن الله، باذن الله يبقى في عندنا كتير. انا مشكورك جدا دكتور منصور حسن رئيس جامعه بني سويف. طبعا جدير بالذكر دكتور منصور كان ضفنا تقريبا الاسبوع اللي فات ولا اللي قبله، واحنا بنتكلم على الجامعات الاهليه ايضا الجديده المنبثقه من الجامعات الحكوميه، وادي كمان انجاز جديد لجامعه بني سويف نشكرهم عليه.